بتتكلم فرنساوي، ودي اللي بنتكلم عليها في ثقافه اللعيبه اللي انت اتعلمتي من اول هنا. بعد 6 شهور ابتديت اتعلم الدنيا هتبقى ماشيه ازاي بالظبط. دي ثقافه مهمه جدا، بس طبعاً. كمان عشان نكمل ثقافه اللعيب وتعليمك اللغه الفرنسيه، معانا واحد من نجوم الكرة التونسيه اللي كان برضو ليه مشوار معاك طويل في الاحتراف، كريم حجي. اهلا بيك معانا ومنور البيت الكبير. اهلا وسهلا، مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير وتحيه لكل الحضور، تحيه لاخويا احمد عبد حبيبي. حبيبي كريم، وحشني كتير، وعايز في المدرسه كابتن هاني، انت قدوه عندنا في المانيا وشرفت العرب. الله يخليك، شرفني كتير كنت معاكم ان شاء الله. لا، فرصة سعيدة لينا طبعا، ومنور مصر ومنور بيت الكبير في النادي الأهلي. احكي لنا بقى عن مشوارك شوية مع أحمد في فرنسا. أحمد حبيبي، أحمد إنسان طيب كتير، إنسان تعرفت عليه دلوقتي 17 سنة، يعني أقل شوية 14 سنة، 2004 2005، وتعرفت على إنسان طيب، إنسان علاقتي بقت معاه كويسة لحد اليوم. كان في اول بدايات في فرنسا لما جاء من مصر، كنا يعني مع بعض نعيش مع بعض في الاحتراف والغربه. كان انسان طيب، كان لعيب كويس، لعيب ساق شمال كويسه، يعني كان محبوب في المجموعه، وكان محترم هو وحسني. يعني طبعا حسني عبد ربي تحيه ليه، لاعب كويس، لاعب ممتاز. الأخيرة كانت أجواء كويسة، والحمد لله يعني بعد 14 سنة علاقتي بقت تواصل مع أحمد، وبنتكلم معاه دايما يعني بالعربي ولا فرنساوي؟ يا بالعربي، بس أنا دايما عاوز أشوف أحمد يعني فرنساوي، هو اتعلم حبيت أتعلم فرنسي. ولما رحت أنا وحسن من ستراسبورغ ظل وحده وتعلم الفرنسيه، بعدين راح بلجيكا ويعني وعمل مسيره. كواليسكو ايه بعيدا عن المباريات يا كابتن كريم؟ يعني اللي خارج الملعب ده، الناس في ناس كتيره جدا عايزه تعرف العلاقه دي كانت عامله ازاي خارج الملعب. والله علاقه كويسه كتير حقيقه، مع يمكن اكثر مع احمد. يعني حسني كان لاعب يقعد في المنزل اكثر، يعني تعرف شو الكارثه، هو يعني يظل في المنزل اكثر. بس مع احمد كنت عندي علاقه كويسه كثير، كنا بنروح بنطبخ في المنزل، كله تعلمت كل شيء. كنتوا قاعدين في منزل واحد؟ انا كنت بروح على طول. بتروح عليه؟ هو كان يطبخ لك بقى يعني؟ هو كريم بقى له سنه ولا سنه ونص في البلد، وهو كان بيتكلم فرنساوي كويس. فانا كنت بروح، من ضمن الحاجات اللي وراك اللي اتعلمتها اللي هو كان بيساعدني في الفرنساوي كويس. يعني هو كريم بيتكلم تونس المغرب، بيتكلمه تونسي فرنساوي كويس. فكنت اقع في اي حاجه كان كريم هو اللي يقول لي لا قول كذا، تعال ما فيش مشكله. قول لي موقف يا كريم كده بالنسبه للغه الفرنسيه، كنت مع احمد وزي ما بيقول كده اتكعبلت في الفرنساوي فلحقته، يعني ما فيش موقف تفتكره كده؟ هو في موقف بس حقيقه مش ممكن اتكلم في الكلمة دي. خلاص يا كريم، بعد الهوا كلمني قول لي، احكي لي الموقف. احكي لي هو مع احمد يعني حكايات كتير، والله حكايات كتير. هو انسان طيب حقيقه ودمه خفيف، دمه خفيف. انا بتكلم لما والله لما اكلمه من تونس يعني بقعد معاه نص ساعه بنضحك معاه. انسان طيب ولاعب كويس، يعني انا لو احمد اذا في الاصابه لو ممكن في ال 20 سنه، يعني رحت لفرنسا ب 20 سنه وتطورت مثلا ساعه تطور. واحمد لو جاي يمكن بدا بدري ممكن كابتن كريم الخط قطع، لكن انا اعتقد كان بيكمل بيقول لو احمد كمان كمل كان هتوصل لحته ليه ما كملتش؟ لا، هي النقطه اللي انا جيت، انا كنت لعبت في الاحتراف وانا عندي 25 سنه. ف